اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واتحنهني مؤبتهاي قيبتي سي أفرطن إيشانات تاني وحنكو سوق هذا أرين تضبات كل صور أفاي كان عدي دوني دي إسلام وقيري دكتور يوسف القرضاوي وكو جيريو داي عاصمة دا قدر مغالدة الدوحة سادوكتيهين الشيخ يوسف القرضاوي جيري دي سكدي آد أيا اللوغو كلا قيب سامي شخصية ديسة داد آد أوغو ماركت إنو سرين يو أركي إنو إمام كبحاي دوني دي إسلام كا يقار للي لحي. دكتور يوسف القرضاوي وحقوق الشيء كن سجال بقول يلبه تميدي وضن كمصر جارهان جبلك الغربية إسلامر كانوا وحقوق بيري مركو ساق عيبة أورك إخوان مسلمين كأمركها باللون أها أدن أورك دقائق تشري جارهان وضن كمصر كدق دقائق تشري ستق أكتهين أورك إخوان مسلمين كو حاس أسيش حسن البنا الله يرحمه أو باقرون كيسو أما خلفية دي سؤاي أهيد سوفيزم وطريقة حسافية كتير سنان جري شخصا البنا أهدافت أورشي وحاكم ده إنه أورور كانوا سوء عليان كلفوغين تلا كلفوغي سياسة ده الدين ته الدولة الإسلام كتيرتي حسا أهاتي شخصا البنا يدولده مصر أي مروالبا اسكهور إماد يهردن لحمر أي إلا مركي دم الدولده أي سيشتر قول أخارج سيشيخ الله يرحمه إن مربى مركى كده بيسي أورك إخوان المسلمين كا هي الدولة دو ويسيك الفوجانيين مرن إسكوم يسوق لوانين هبايراته أو قدام بين أورك إخوان المسلمين كو حيدين المدحوينه أول رسادات يكده بيه جمال عبد الناصر مركى صو سحون أي أكل الفوجانيين دولة دا مصر أي أورك إخوان المسلمين كا تاسو كان تي دتك أقوى وين أورك إخوان المسلمين كا أنا أوقحان دون العرب تأكل جار عن وضم هذا خليج وضم هذا خليج كو مركى يجو سو كراي oo shidaalkoodina marka la soo saaray oo cusba ee madama ay u baahnaayeen maaragtay cid tacliin iyo maaragtay caawisa sida loo ogeeyay wadamada carabtana Suuriya iyo Masar iyo Iraq iyo ay ahayd meelii xadaaradda iyo aqoontu ay fadhiday laakiin khaliijku dad waxa iska ahaayeen saxara degan oo marka uu soo kacay ee tigitaankii ay tageen ururka qaan muslimiinku wadamada khaliijka sida Saudiiga iyo Kuwait iyo Qatar iyo een waxa ka dhashay isku milan ay isku milmeen ikhwan muslimiinki iyo wahaabiyadi sastarteed ay waxaad arkaysaa wahaabiye fara badan oo dhanka aqoonsiga ka wahaabiya dhanka siyaasadda na ka ikhwan muslimiina sida een wahaabiyada loo yaqaan saruuriyada maxamed saruur zeen al-abidin oo asaasay oo ay ka mid yihiin salmaan al-awda iyo ragii lamidka umuman شخص دكتور يوسف القرضاوي وحكم إذا عدد كي قحي ومركز تي وضن كقدر هالكاس ودقي وقدم بين اللي جسي باسبور كقطر إن هالكاس أيونا مارك تي أقون تسي علمي جيسة كباهين تري يو اللي بق وجرجاريد حركة ديسي شخص يوسف القرضاوي بداية دي سهرة وحو كشق يي قبو تنتا يو إنه مارك تي يرح الضميو كلايل كي فرح بدنا يكون تري وهابي هذا أما السلفية ده ما دام إخوان المسلمين كأي كقبويين سلفية ذا، حكش قيئي سوسول وين تا ماركتي مسلمين تا ومركاو حكوبيري أركي لو يقاني تقريب بين المذاهب الإسلامية وماركتي كتير وضن كمصر إيو إيران كاسو أي هرمود وأهين رجوا وين الدنيا الإسلام كشيعة ذا كمذا سدا العلامة حسين شرف الدين إيو الدكتور شلطوط وها شيخ الأزهر كي مصر ugu dambayn waxa la soo gaaray wixii loo yaqaanay gugi carabta ama rabiicul carabi 2012-2013 halkaas oo qorshuhu ay ahaayeen laba arimood oo isgalay caburinta faraha badnaa ee diktatooriyinta carabtu ay ku hayeen dadka carabta ah ee shucuubta carabta iyo in qorshihii reer galbeedka ee ahaa farriq tasud yani inaad burburiso kadibna aad markaa iyaga xukunto gaar ahaan dowladaha aan qaadanin ama aan maaragtay
aan u dhigraari qinin yeerinta reer galbeedka ayaa aad xoog loo saaray. Qardaawi markuu halkan soo gaaray, usha ayuu xaarka ku dhuftay, wuxuuna bilaabay inuu ka qayb qaato hurintii fitnooyinka. Laba sababood ayaan isleeyahay way ku xambaareen. Midda koowaad, ikhwaanul muslimiinku waxay ciil badan u qabeen xukaamta si guud, maadaama xukaam fara badan oo madax fara badan oo madaxda carbeeda aynan ka helin ikhwaanul muslimiinka soo dhaweyn. Waa qodob aan isleeyahay aad iyo aad ayuu maaragtay u riixay, oo weli xiqdigii iyo caradii uu u qabay madaxda carabta ee xukunka u diiday ikhwaanul muslimiinka waa ay ku jirtay oo ay ku aasnayd Qardaawi. Qodobka labaad, wuxuu si toosa uga mid noqday mashruucii reer galbeedku ay wadeen dowladaha khaliijkuna, oo sida la ogyahay maaragtay dabadhaq u ah dowladaha reer galbeedka ay wadeen, waayo mashruucan lagu burburinayay madaxda carabta reer galbeedku yacni xagga maaliyadda waxay ku qasbeen inay bixiyaan xukaamta khaliijka sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar iyo kuwa kale la halmaala, maadaama marka Qatar isaga ay ahayd dowladdii soo dhaweysay, dejisay, dhaqaale siisay, hormuud ka dhigtay, dhalasho siisay, sinaba umuunu khilaafi karin. Dabadeedna wuxuu bilaabay in waxa Qatar ay rabto uu mar walba fuliyo. Qatar waxay ka mid ahayd dowladihii sida tooska ugu lug lahaa duminta wadamo badan oo carabta sida Liibiya iyo Siriya oo kale. Qardaawi wuxuu aad ugu sii fashilmay arrinta Suuriya. Afar qodob ama saddex ama lix qodob ayaan maaragtay ka sheegaynaa Qardaawi iyo qadiyadda Suuriya, Qardaawi iyo wixii uu ka yiri garabsiga NATO, Qardaawi iyo Liibiya, iyo Qardaawi iyo maaragtay boorintiisi uu booriyay in la dilo Sheekh Maxamed Saciid Ramadaani Buud, Allah yarxama, iyo Qardaawi iyo sidii uu u qirtay inuu yahay Sheekh Fitnoola ah, iyo wixii uu ka yiri Falastiin. Haddaba Qardaawi qadiyadda Suuriya si xun ayuu ugu dhiiqaystay. Qadiyadda Suuriya way ka duunayd nin diktatoriya oo la iska dulqaadahaya keliya. Waxaa la og yahay Suuriya ama Bashar al-Assad ama dowladda Suuriya inay iska diiday in ay dowladda Israa'iil soo dhaweysato, xidhiirna la yeelato, ayna aqbasho sida ay u aqbaleen Jordan iyo Egypt iyo kuwa kale oo la mid ah. Dabadeedna marar fara badan ay Mareykanka usoo bandhigeen in Israa'iil uu leeshiyay Bashar al-Assad xukunkana loo dhiibo madal xayaat inta uu madaxiisu nool yahay, hadduu doonana kadib uu ciyaalkiisa ku sii wareejiyo weliba gobolka Jowlaan ama Golan Heightna lagu wareejiyay Suuriya. Golan Height hadda waxaa la siiyey oo Mareykanku ay u aqoonsadeen inay tahay dhul ka mid ah dhulka Israa'iil. Cumuuman, Bashar al-Assad markuu arrinta diiday waxay noqotay in la rido, iyada oo hubka iyo tababarkana reer galbeedku ay bixinayaan, dhaqaalaha ay bixinayaan wadamada khaliijka carabta ee inta badan reer galbeedka dabadhaqa u ah. Haddaba Qardaawi waxaa loo qaatay inuu dhanka dhalinyarada iyo fatwada uu ka xoojiyo, maadaama isagu uu ahaa sheekh taageerayaal badan leh, gaar ahaan ikhwaan muslimiinka iyo wahaabiyada oo iyaguna wax fara badan oo maaragtay wahaabiyada aan sii fogeyn ikhwaanka aad uga fogeyn ay wax badan oo iyaga kamida ku xidhnaayeen isaga. Muhimadaas ayuu maaragtay si fiican u qaatay Qardaawi. Marka wuxuu aad u booriyay dagaalka Suuriya, wuxuu maaragtay dhalinyarada ku booriyay in Suuriya dagaalkeeda laga qayb qaato oo marnaba aan maaragtay laga gaabinin, inuu nidaamka halka ka jiray nidaam mujrimo oo kaafir oo in la rido ay tahay. Waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah in uu wareysi siiyey jariirada loo yaqaan Al-Wadan oo laga leeyahay Qatar, isagoo oranaya jihaad Falastiin kama jiro ee jihaadka hadda wuxuu ka jiraa Siriya. Wuxuu yidhi laa jihaada xaaliyan fi Falastiin wa inama fi Suuriya. Mar la weydiiyey Qardaawi, ma banaan tahay inaan beegsano dadka u kaalmaynaya ama la jira dowladda Suuriya oo ay ugu horeeyaan culimada dowladda iyo weliba askarta si guud, askarta taageersan dowladda, ma banaan tahay? Wuxuu ku jawaabay sida tan: carafna ma min ana aclam ana alladhina yacmaluuna maca asulta yajib an nuqaatilahum jamiican caskariyiin, madaniyiin, culamaa, jahliin, illi ma yakuun maca hadihi asulta aldhaalima aljaa'ira almutadabbira fi lard
التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها، يأخذ ما حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. وحبا نجم الجليل أيوري عدة أيهين قف كستا أو دولة اللتيرة هنقضين أسكار هنقضين شعب هنقضين أقوياه هنقضين علمه هنقضين دلنا قان لهين وحواجب إن للدين قف كستا أو دولة سوريا تاجرسن والدولة دوكلها للدين. عجيب سبحان الله. وفي التنادي أو هبيراتي عن وحبيا اسمرين عجيب. قضية سوريا وحيابه وكيل وحكم إذا إن سعيب كي دكتور محمد سعيد رمضان بودي أو ها عالم وين السوريان أو ذلك السوري ولا شيء أو يسوي آد وقصه هرتجي سدي دمنته وضمد عربته يلا أماركته إسرائيل لا ضنيناي إنه يري سجن عقل ولا أيه هلدله يعني سجل لفتي سهلدله وسعيب كي أجو وأنا عالم وبقول له الكتاب قري كتابك أجو مهم سنة أو قري الشيخ محمد سعيد رمضان بودي وكتاب كيسه الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه وقد يدي الجهاد كأي سلعة يرتهي وكجور رمي. عجيب يعني سياسة دي بوحي جارسيسي وأذيك السياسة دي رقلبات كأي تنخليج كإن وحتى سحيب كي علماء ذي هاللي ديره أوله إنا لله وإنا إليه راجعون. إن مرلوي دي أولي للشيخ فتنو ميت كل حجرتا أما فتنو لا تحويل وحان كفانا يا إنا نهي فتنو وذي إلهي وفتنة ذا يودي الله. والله أنا من أول خطباء الفتن ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه مدام هذا هو الفتنة. اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معه. أعوذ بالله أعوذ بالله. المقرى يسان إنه ليه هاي يعني فتنوله إن أنا هاي أيام كفانايا والشرفية جهاد فلسطين كمان جرى سوريا هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن قذافي مركو كهل لهي الليبيا وحويلي قف كستو حبتكو طورك على قذافي هنقضي إلى لديسة هنقضي عدة تنتهاتو هكو طور هدلو في تنادي ستتك هكسو أفجر. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل، فهذا الرجل يريد أن يبيد الشعب. فأنا أحمي الشعب. أفتي من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة ويريحنا من شره ويريح ليبيا وشعبها العظيم من شر هذا الرجل ومن خطره فليفعل. حيا بحجيبك وحكم ذا إن هذا الشيخ تهي والعالم تهي وطاقر يالي تهي إن أدمارك تهدك أدرائتك أطهي وهرمودك أدوته إن أدخيانته وطفتنك أبورته وأد مسلمين تكالي جيسا معها سيدي أدبا قفك الشيخ هدو كقيب قاتو دمين دوني ذا إسلام كاللغو هاي ودن إسلام اللغو هاي ومد بريء اللغو هاي نغضى على صدر قضب هكو ساراتو علامة السؤال ساس ترتيد قرضاوي مديدن إنوها عالم وين مديدن إنوها فقيه لكن حقيو إذيك سيدي فقه جيسي محوك الدنبي حكو الدنبي فتنو اسكو الدير إن محايق هاي ذاي ودن سيدا أقرب. نعم أنا مليه ما لحد عربته واي في عينهن كمليه لكن هل الدلو فتنة ظهورنا إسا هل الدلو فتنة ظهورنا إسا قف كستود دولدة تاجرسن هل الدلو محد كشقين إسا يعني وحيابه عجيب كي قرضاوي وكان الحكم ذي إنه يقول ناتو أكل مايستا ناتو هنوسو قرمتو ناتو ما لحد عربته هدشو. بالمقابل مركي النظام كبحرين كتالي ودولدها خليج كحكم ذا وشعب كيس الجماد هيي وشعب كوي مظاهراتين أفكي سجوق أيوة قبل وايو لمرهبين ما دام بقرتوية بحرين أي محي هذي كوجر تضبط إلفك أيو مشروع الرجال بيت الدنيا اللي جوه ذا أي قيب كأحد يدو حالي للشعب كهل كان هالحق حاجة سوريا مركز جوكتنا وحلالي طاي وكعظوم يالحق وضع بشار الأسود مجرم يسكا كرق قضايا أيا للي لكن مركي ما تبنك بحرين أفكا أيا جوغ دقباي. إن ثورة البحرين ثورة غير هذه الثورات، إنها ثورة طائفية. الثورة البحرينية ثورة طائفية وهذه مشكلتها، إنها شيعة ضد سنة. فماذا أقول وأنا
متهم بطبيعتي إني ضد الشيعة. مركي إمات السعودية أفقا يا جوغدا قباي وهي مشروعا إسكاكا شن هايين رقل بيتك إسرائيلي دولتها خليجك أيو ستوصة وقم المي وذاتك ووليبا ونقضي الشيخ هذا ووليبا وكفاني ووليبا وحيابا فذيعة وكاقه الله أعوذ بالله أعوذ بالله. إلهي سبحانه وتعالى نما فتنايو دين تمركة براتوس شيخ تهينا إن أدوا ذيك ستفتنين يوم حياة هايدي بربورين دون ذي إسلامك دوما. وبالمناسبة نمانك أولي هلا الله يسيدك في قذافي إبشار الأسدي إساق وبنبونين هاي ورنا هاي ومجاهدين وشرف وهو جاميال وناكسن وحوا ورقي للربي أي إسل يوتيوب كتيرا الحمد لله وزمنك يوتيوبك إياك كايدين تعوضتك يعني كاميرا دو إنت يجوك توح بضان يوذات بضان يوذات حمام بضان يوم حي هذا النين حقيقة اللي حنا هي بضان أي فضيحه بي مركا قرضاوي وحوقها عالم فتنوبة يعني مركا خلاصة القول أما اللي سعر عليه حواي عالم فتنوبة حقوق فتنوبة خورنتا علاضه بربرنت دولي ذا إسلامك مشروعي رجال بيت كي بربرنت وأذاك نعم رجال بيتك وحضارات بيلين أن كفى إذا يسنو يعني وانا جودا انقاذنا لكن تام عنا هذا ما هذا يكون هذا كه سود بينا محي هاي ذي أذيش إن كنت يكون هذا مسلم سود بينا أذيش هذا ما تم حارعي سير محي كذا عي إن محي هاي ذي ملايين أورور وحجر وأرجع حساء وداعش يماعش إيو محي هاي ذي نصرة إيو خسرة إيو خالد بن الوليد فلان لقصة ضلضلة كدي من محارعي أو قدامين دولتي إني يقوليست يعني الدولة ده هذا يدونتو جرائم ويجشاي ما نتاجرين الجرائم تيده لكن دولة كستول صورة روحي كقص بنتها إن وضن كذا سيادة دي سي مدح بنان دي سي دفاع مركفت النظا وح كو كأقفك كسوك يي هل الدمي ولي بك هذا درنته هدف كسوري اللوري ده هينا حواي إني ماركتي هشو إسرائيل ودرس لا أمني oo wax amnigeeda khatar ku ah ayna xuduudeeda joogin sida xarakaadka maxay ahayde muqaawamada sida Hamas iyo Jihad Islaami iyo Hizbullah marka wax loo socdo waa maxay amniga Israa'il in la xujiyo wadaad kuna taayo ka qayb qaatay a'uudu billah sida loo yeeqo ee muslimiinku waa dad inta farab inta badan yaani leh xashab badan oo aan mabda' gaar ah ama kali aan ku sugnaanin taasina waa sababtay فشل كودي تونس بيكو فشل مان الحزب النهضة وراشد القنوش وقامين هاي مراكي كو فشل مان يحكم كادي ومحايا هذي العثماني وقامين هاي الرزاري هوري مصر بيكو فشل مان محمد مرسي ومارك تسقى بدران وحق دراء اللودي لي سيريا كو فشل مان أردو بيكو فشل مان يعني لقب قادان إلا فشل بالله السعودة يعني فشل كاسي ولا قيب قاتم يا لبضا لكن يبون وحكة قيب قاتين إس فشلين توضا يدوني الإسلام كفشلين توضا أنت يكون جبك بيني نفي أمان الله.